قرار حجر صحي انا راه باهي ماهوش خايب، على خاطر يجي في مصلحه الناس الكل، واللي كا كثروا ياسر، وماذا بينا كيما نقولوا وقت اللي تنقص اللي كا وتبدا الدنيا راكحه ينحيوه، وان شاء الله ربي معانا. هكا اللي خذته الحكومه قرار صايب انتشار الوباء خاصه في المعاهد اللي تسمعوا فيها. اخر شيء شفنا في صفاقس كيف صار 8 معاهد. اقرب حاجه نقطه لتونس هي بومهل في ليسيل بساتين بومهل 8 مصابين في ظرف 24 ساعه. اللي يقول لك راهو قرار سياسي جاي 14 جانفي او كذلك، كل هذه خزعبلات احزاب تحب تعمل شو. انا راه قرار صائب في حظر الجوله زاد قرار صائب، عملناها قبل وعملناها في عهد المشير. انا 10 سنين الاقتصاد ميت، 10 سنين الاقتصاد ميت، بالعكس هذايا الحضرته والصحي الحضري ينفع البلاد. خيب ربي طول 10 نتاع الليل، نعطيك اكزومبل، شكون في البرد الظاهر مطر الظاهر 10 على الليل قاعد يحوس؟ حقهم بكري يعملوه مش تو، عملوه في المطار، عملوه كل بلاصه بلد الاخرى، عملوه بكري يعملوه، وانا اخر وقت يعملوه باهي، حظ صحي، حظ التجول كله باهي، صح المواطن.